السلام عليكم. مصرع 6 مراهقات في حريق بمركز احتجازي عقابي بالقاهرة. الكلام ده حصل من ساعات قليلة. المركز الاحتجازي ده فيه حوالي 200 بنت من سن 14 سنة لغاية 17 سنة. هو لغاية دلوقتي قالوا إن تم إيقاف الراجل اللي هو المسؤول عن مدير المركز الاحتجازي ده. ده اللي قالوه نيفين القباش، او الوزيره نيفين القباش وزيره التضامن الاجتماعي، على طول عرفت بموضوع الحريق، عرفت ان في حالات وفيات واكثر من 19 حاله اصابه، جريت على طول وراحت شافت الموضوع ده بنفسها. زي ما قالوا بالظبط كده اهو الصحف المصريه، 6 ماتوا و19 قتيل. المركز ده تحديدا اللي هو المركز الاحتجازي ده اللي هو زي اللي هو بتاع الاحداث ده، موجود في المركز شمال القاهره. بيقولوا ان النيابه امرت ان هي بتحافظ على الكاميرات اللي موجوده داخل المبنى نفسه، المبنى المتهالك، خلينا نقول الكلمه صح، المبنى المتهالك. بتقول ان هي تحافظت على الكاميرات، وجدت ان اول شعله في النيران كانت في التلفزيون، من التلفزيون لسخان الشاي، من سخان الشاي للبطاطين، من البطاطين لهدوم البنات اللي هي جوه. حصل بعد كده حريق كبير في احد العنابر اللي موجوده، كان العنبر ده حوالي فيه 25 فتاة، اللي اتصابوا 19 واللي ماتوا 6، يعني كلهم، بس يعني كلهم كانوا هيموتوا، والحمد لله قدروا ان هم ينقذوا 19 بنت، او اصابة 19 بنت وستة منهم توفوا. النيابة امرت بنقل جسامين الفتيات لمشرحة زنهم لغاية لما تصدر قرار ان هي هتوديهم مكانهم ان شاء الله في المقابر بتاعتهم وتدفنهم، تؤمر بالدفن يعني. هنا بقى في كام نقطة عايزين نتكلم فيها. انا رحت قبل كده صورت في مركز من المراكز اللي هي الخاصة دي، اللي هي المراكز الاحتجازية دي، بس كانت شباب. المركز ده كان عبارة عن زي الفيلا الكبيرة او زي البيت الكبير، في اماكن فاضية كتيرة، في غرف كتيرة، في مصانع صغيرة جوه زي ورش النجارة، مش هنقول مصانع عفوا، هنقول ورش نجارة، ورش كهرباء، ورش بتاعت خشب، بيعملوا موبيليا جوه الأطفال اللي هي الصغيرة دي، اللي هي من سن معين لغاية قبل سن الحدث اللي هو 19 سنة تقريبا. أنا دخلت الأماكن دي، أماكن محترمة وأماكن كويسة جدا، وأماكن بتشرف عليها وزارة الداخلية وبتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي. لكن هنا في مشكلة صغيرة لازم دايما نتكلم فيها ونقول الحق فيها. الأماكن دي بتبقى قديمة، فهي بيحصل المشاكل بسبب القدم بتاعها، يعني بتبقى قديمة جدا، المباني نفسها بتبقى متهالكة تماما. لكن لما نسمع ان في 6 توفوا، لازم هنا يبقى في ستوب، ولازم نعمل تغيير للخطط المستقبلية في موضوع الاحتجاز بتاع الاحداث. حتى لو هم كانوا عاملين 1000 مصيبة و1000 مصيبة، ولكن هم ليهم حق عندنا وحق عند الدولة ان هم يراعوا بشكل قانوني وبشكل محترم، يراعي حقوق الانسان في حاجه زي كده. نتمنى تكون الوزيره نيفين القباش اخذت قرار في الموضوع ده. القرار الاولاني ان هي وقفت مدير المركز، ده امر طبيعي جدا ان كل الناس اللي موجودين جوه كلهم لازم يتحاكموا وكلهم لازم يتوقفوا. مش هنقول ان النار وسببها والحاجات دي كلها، ولكن هو اكيد كان في الوقت ده كان في تاخير، وتاخير باين وواضح. ولولا حصل كده، لولا حصل ان هو في 6 توفوا و19 كمان اتصابوا في العنبر ده كله، العنبر كله اتصاب اصلا، يعني هو الليله كلها اصلا في الليله دي في المركز ده كله 200 بنت في العنبر، كل عنبر متقسم لكذا مجموعه، المجموعه دي 25، 19 و6 25، ما فيهاش يعني ما فيهاش كلام كتير يعني، هم كلهم كانوا هيموتوا لولا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني هو اللي انقذ الناس دي وخلى ان هم يبقوا موجودين لاسباب معينه، ورحمه الله على الباقي يعني. نتمنى ان هو يبقى في رعايه اكتر في المراكز دي، ونتمنى ان احنا نشوفهم بعيوننا كل شويه، زي ما بنشوف السجون المصريه، زي سجن المنيا، زي سجن الفيوم، زي سجن رومانتورا، زي، علشان المفروض ان الاماكن دي ناخد بالنا منها اكتر واكتر واكتر. الله يرحمهم، توفوا رحمه الله عليهم، للاسف ما لهمش اكيد الناس اللي هم يسالوا عليهم اكتر فاكتر. السلام عليكم.